قد نقلق من ظهور حبوب في الجسم أو الوجه، خاصة نحن النساء. اليوم سنتحدث عن مشكلة أكبر من ذلك وهي الصدفية. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع نرحب معنا بالدكتورة سمارة ميمش، استشارية جلدية وجراحة الجلد. أهلا دكتورة. أهلا فيك. أهلا وسهلا. دكتورة، إيش هي الصدفية؟ الصدفية عبارة عن مرض جلدي مزمن شائع ويسبب تسرع في دورة حياة خلايا الجلد، فيسبب سماكة في الجلد وتراكم قشور على سطح الجلد. أسبابها تكون صحية ولا عارض ولا وراثة؟ ولا نفسي؟ نفسي. يعني هي مصنفة من الأمراض المناعية الذاتية، فمعناها أن الجسم نفسه يحارب خلايا الجلد. لكن من أهم الفاكتورز اللي هي تسبب الصدفية اللي هي العامل الوراثي. العامل الوراثي. العامل الوراثي. طيب دكتورة، هل ممكن نعالج الصدفية فجأة كذا بدون أشياء مثلا كيميكلز؟ لأنه كان لي زميلة سابقة كانت تشتكي أو تعاني من الصدفية في بعض المناطق، والحمد لله تعالجت بملح البحر الميت. توقع ماني متأكدة عشان ما حنسويه. هل ممكن إنه إحنا نعالج فعلا؟ هي في لها علاجات اللي هي تأثر أو تخلصنا من الأعراض، لكن إحنا ما نقدر نشيلها لأنه مرض مزمن زي السكر زي الضغط زي الأمراض الثانية المزمنة. لكن في علاجات كثير نستخدمها عشان نتخلص من الأعراض اللي هي تكون مزعجة للشخص نفسه. طيب. ممكن تكون، أنا قصدي إنه علاجات يعني مثلا مش كيميكلز، يعني كريمات أو ترطيب أو هذه أمور أشياء. في علاجات كثيرة اللي هي الألترناتيف ميديسن البديلة، بس لازم نعرف أن هذه الأشياء ممكن نفسها تسبب حساسية في الجلد، ممكن تسبب حساسية تلامسية إذا كانت تستخدم موضعيا، لكن إذا أخذت عن طريق الفم ممكن برضو تسبب مشاكل في الكبد. ممكن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. فلها أعراض جانبية ثانية طبعا، ما عدا بعض الأشياء اللي هي تكون آمنة زي ما قلتي أنتي حق البحر الميت الباث. ممكن كمان استخدام الكركم في بعض الحالات يساعد، لكن زي ما نعرف برضو يعالج الأعراض. دكتورة، عندنا اختلاف في مفهوم الإكزيما والصدفية، إيش الفرق بينهم؟ كيف أنا أعرف اللي فيني عارض صدفية أو إكزيما؟ عادة الصدفية ما يكون فيها حكة، الإكزيما تكون تحك. الصدفية القشور اللي تكون فيها سميكة ولونها فضي، الإكزيما يكون القشور اللي فيها خفيفة وفاتح لونها ما يكون لونها فضي. طب هل الجو له عارض؟ السبب يكون من أسبابها؟ إيه، الإكزيما دائما معظم الوقت تحتل في الوقت البرد، يعني في الشتاء. يعني أنا أحس إذا بردت تخف شوي، يمكن الجفاف هو يزيد بس أحس إنها تخف، لأن مع الجفاف الإكزيما تصير أسوأ. فلازم الواحد دائما في الشتاء يرطب عشان الإكزيما تخف. ترطيب. والصدفية كذلك. يعني الإكزيما الصدفية في الشتاء بتزيد. في بعض الأشخاص الصدفية تزيد وبعضها لا. لكن إكزيما عامة في الشتاء بتصير أسوأ. طب هل ممكن إنه خلينا نتكلم عن الصدفية تحديدا، إنه هل ممكن إنها تأثر على أعضاء الجسد؟ يعني الشخص اللي عنده صدفية ممكن يتعب مثلا الكبد أو شيء زي كذا، ولا بسبب الأدوية أو العلاجات؟ لا، للأسف الصدفية تأثر على باقي أعضاء الجسم. ممكن تسبب التهاب في العين، ممكن تسبب مشاكل في القلب، تصلب في الشرايين. الصدفية نفسها كمرض؟ لأنه مرض مزمن سيستميك. ممكن تأثر على الضغط، ترفع الضغط، ممكن تسبب سكري، ممكن تزيد في الوزن، تسبب سمنة، ارتفاع في الدهون، التهاب في العين. كنت أحسبها بس أنت دكتورة من جد؟ بشرة. أي من جد، للأسف. أنا توقعت فعلا زيك، يعني توقعت أنها ممكن ما تأثر لذي الدرجة، أو حتى لو بيكون في شيء بيكون أعراض جانبية من وراء الدواء أو العلاج. يعني قلة ما يكون من الدواء أو العلاج، يعني من أسوأ كمان الأشياء الثانية اللي هي المفاصل، ممكن تأثر على المفاصل كمان. طيب دكتورة، خلينا نسمع المفاهيم الخاطئة. أول سؤال يسألوا المرضى بعد التشخيص دائما، هل هي مرض معدي أو لا؟ خاصة النساء اللي يخافوا يعدوا الأطفال. وهو مرض غير معدي زي ما عرفنا. والأكزيما برضه. والأكزيما غير معدي برضه. طيب إيش ممكن يكون علاجها من غير أكيد أحد أسباب أحد الأشياء الأساسية لعلاج الصدفية والأكزيما كورتيزون. صح. طب كيف ممكن أتفادى هذا الشيء؟ هو الكورتيزون إذا استخدم بالطريقة الصحيحة مع وصفة الطبيب بيكون آمن. إحنا نستخدمه في الأطفال ونستخدمه في الكبار نفس الشيء، لكن استخدامه الخاطئ بدون وصفة وبدون مراجعة الطبيب هي هذه المشكلة، والفترات طويلة 3 شهور وزيادة يعني. لكن إذا كان في مراجعة دائما مع الطبيب ما حيكون في مشاكل من استخدام الكورتيزونات. طيب إيش المخاطر السلبيات من استخدام الكورتيزون بشكل دائم؟ إذا استخدم بطريقة خاطئة فترات طويلة بدون استشارة ممكن يسبب ضمور في الجلد، ظهور شعيرات دموية رفيعة،
ممكن يسبب تقرحات في الجلد، ممكن يسبب تشققات اللي هي الستريا. فهي هذه المشاكل. طب هل ممكن إذا طلعت مثلا العروق في الجلد أو البشرة أو مثلا اللي يستخدمونه على بشرتهم خلاص يعني هي استخدمته وانتهى وضعها وطلعت لها السايد افكت حقت الكورتيزون، هل أقدر بعدها أعالج البشرة؟ ممكن، خاصة إذا في الوجه استخدموها لفترات طويلة ممكن تسوي الوردية، ممكن تطلع حبوب حول الفم. أيه؟ لكن المشكلة في كذا أن هي علاجها يطول، ياخذ فترة طويلة على بال ما نقدر نوصل لنتيجة اللي هي تكون مرضية. الصدفية علاجها يطول، الأعراض الجانبية، الأعراض الجانبية لاستخدام الكورتيزون لفترات طويلة. طيب الآن أنت ذكرتي في بداية كلامنا أن الصدفية من الأمراض المزمنة، وإحنا الآن في جائحة كورونا إن شاء الله الله يجزيها عننا بكل خير، فهل يعتبر الأشخاص المصابين بالصدفية من الأشخاص اللي لازم ينتبهوا أكثر أو يكونوا حريصين؟ هو الحمد لله عامة لا، ولكن مرضى الصدفية ممكن يستخدموا أدوية مهبطة المناعة زي ما عرفنا، فهذول الأشخاص يكون أكثر عرضة لمشاكل الكوفيد أو الكورونا. فإحنا دائما ننصح الأشخاص أنهم يستخدموا أدوية مهبطة المناعة أو الإبر اللي هي البيولوجية أنهم يأخذوا حذر. طب دكتور يعني أنا من الناس اللي ما صراحة ما عالجتها، فقاعدة على الترطيب الدائم المستمر، وزي ما قالت عبير أول أنت مو صدفية، أنت أكزيما. يعني أنا بين الاثنين، هل في شيء زي كذا؟ وبين الأكزيما في ممكن اللي هي تكون الأكزيما الدهنية، ممكن مرات نخربطها بينها وبين الصدفية، ولكن المناطق هي ممكن تحدد ظهور البقع فين تكون. إذا تكون في فروة الرأس خاصة في المقدمة أو في المؤخرة، في الأكواع، في الركب أو أي منطقة في الجسم ممكن تكون صدفية. الأكزيما الدهنية ممكن تكون حول الحواجب، حول الخد، طرف الفروة الرأس من قدام، وتكون قشور خفيفة مو زي قشور الصدفية. قشور الصدفية تكون سميكة ولونها فضي. خلينا ناخذ استشارة على الهواء. يلا. إيش رأيك؟ هي الأكزيما بشكل عام يعني تبان، الأكزيما بتبان برضو زي الصدفية، لكن الصدفية ممكن تكون أسمك شوية أو تخلي المنطقة المصابة سميكة شوية، صحيح؟ تكون سميكة ولون القشور وسماكة القشور تكون أكثر. بالضبط، يعني صعب التخلص منها بالمرطب، يعني صعب التخلص منها بالمرطب. طيب جميل، أنا أبغى أعرف أشياء أكثر عن الصدفية، لأنه من كلامك دكتورة سمارة الواضح أنه الصدفية مش زي ما إحنا كنا متخيلين، يعني شيء بسيط، ما توقعت أنه هي تكون بالخطورة هذه بشكل عام. إيش تنصحيني كيف يقدروا يتصرفوا الأشخاص اللي عندهم صدفية؟ أولا لازم يراجعوا عشان يكون التشخيص صحيح، وفي بعض الأشياء اللي هي هم اللي يسووها اللي هي تخفف من الصدفية أو تخليه ما يتهيج، زي عدم التدخين، الأكل الصحي، عدم السمنة أو زيادة فرط الأكل، عدم شرب الكحول بكميات كبيرة. من أهم الأعراض اللي تسبب تهيج في الصدفية اللي هي الستريس أو التوتر. فاليوغا والمديتيشن والتأمل، كل هذه الأشياء بتخفف الأعراض حق الصدفية. كمان دكتور لا ننسى أن الوحدة إذا تحممت اللي فيها صدفية تبتعد عن الأشياء اللي فيها عطور، روائح عطرية، أشياء كيميكال، صح؟ هذه إجمالا ننصح فيها حتى الأشخاص اللي عندهم إكزيما، لأنه ممكن تتهيج. لو استخدمتها بطريق مثلا بشبه متقطع مو دايم، أنت عارف العطور يعني ما نقدر صراحة، خاصة كريمات الجسم، يعني حتى إذا استخدمتها بطريق متقطع مو دايم، هل تأثر بعد ذي ولا أنه عادي؟ هي إذا على الصدفية ذاتها ما حتأثر تأثير كبير، لكن مع مرور الوقت ممكن تسبب اللي هي الحساسية التلامسية أو الأليرجيك كونتاكت درماتيتس، هي هذه المشكلة. حتى لو مثلا في ناس يقول لك أنا بخ على الملابس، لكن مع التعرق ممكن يجي على الجسم نفسه ويتأثروا، أي بتسبب حساسية. طيب دكتورة إيش خطورة الصدفية بشكل عام؟ خطورتها في الانفولفمنت، التأثير على باقي أعضاء الجسم. أيوة، عشان كذا لازم نراجع دائما، نتأكد أنه ما في مشاكل في العيون، ما في مشاكل في المفاصل، في استجابة، المريض يكون مرتاح، ما يكون عنده مشاكل هي ألم أو حكة في المناطق المتأثرة. ندور على راحة المريض، وفي نفس الوقت احنا نتأكد أنه العلاج اللي بيستخدمه مؤثر، لأنه مو في أكثر من علاج متوفر، مو بس الكريمات الموضوعية، ممكن نستخدم أشياء عن طريق الفم، ممكن نستخدم علاجات بالضوء، ممكن كمان نستخدم العلاجات البيولوجية أو المهبطة المناعة. طيب دكتورة الصدفية علاجها عند البالغين غير عند الأطفال ولا نفس الشيء؟ إجمالا نفس الشيء تقريبا. يعني ما أحس الطفل يعني شوي زيادة عليه من الكورتيزون نبعد عنه ونستخدم الأشياء الطبيعية زي الكركم أقل، أقل.
حتى الكورتيزونات المستخدمة زي ما قلت لك احنا استخدمناها بالطريقة الصحيحة، وعادة تكون مضافة إليها أشياء أخرى بتقلل من أعراض الكورتيزون، ما تأثر على المناطق. لأن في أمهات كثير ترفض أنها تعالج طفلها خايف من الكورتيزون. صح، كثير هذه مشكلة. لأن إذا ما عالجته هو حيكون متضايق وهيأثر عليه نفسيا كمان. صح، وفترة النمو كمان ممكن تأثر في المدرسة، أصدقاء، وتبدأ مرحلة مختلفة تماما وحياة تانية من التنمر يعني. صح، فلازم تعالجي إذا كان يعاني لا سمح الله من الصدفية. رجاء، موضوع الصدفية طلع جدا خطير، أو أنا فعلا الآن بدأت أفهم كثير أشياء عنها. أنا توقعت أنه هي زي الأكزيما، ممكن عارض يطلع بسيط لكن ما يأثر على أعضاء الجلد، هذا أهم شيء، أعضاء الجسم يعني، ضعف العيون، ممكن يزيد الوزن زي ما قلتي، الكبد، هذه الأمور كلها خطيرة. فخلينا نتكلم أكثر عن العلاج، بإيش نقدر نعالج الصدفية، كيف نبدأ؟ عادة نحن نقسم العلاجات إلى 4 فئات، العلاجات عن طريق الكريمات الموضعية، العلاجات بالضوء، عن طريق الفم أو الإبر البيولوجية. طبعا نبدا دائما اذا كانت مناطق محدده بالكريمات الموضعيه. نعم. وهذا معظم الاشخاص يستجيبون له. مناطق محدده يعني ما تنتشر، من مثلا كانت على اليد ما تجي على الكتف، او تصير مثلا على الكتف ما تجي على الظهر. لا، هي طبعا تتعلق بسهوله استخدام الكريم، فاذا كان في منطقتين او 3 الشخص يقدر يستخدم بسهوله مره او مرتين. بس ما تنتشر الاكزيما نفس الصدفيه نفسها، يعني مثلا تنتقل من مكان لمكان. ايوه، ما تكون هنا وفجأة تصير هنا يعني. طيب انت جبتي نقطة مهمة، كثير من الناس يفكروا القشور الموجودة على البقعة حق الصدفية ان هي فيها عدم نظافة او مشكلة، فيستخدموا سكراب او يستخدموا الليفة عشان ينظفوا هالمنطقة، وهي تسبب جروح في الجلد وتطلع يا اما بقعة جديدة في مناطق ثانية او في نفس المنطقة تهيج الصدفية. فلما تتهيج ممكن تنتشر. هي ما تنتشر، بس المناطق الثانيه اللي هي جت اللي حواليها، ايوه، في ممكن تطلع فيها صدفيه. اوكي، وبعض الاشخاص تنتشر معناته، صح، بعض الاشخاص يطلع لهم في مناطق معينه، وبعض الاشخاص يطلع في كل الجسم، لانه في انواع كثيره من الصدفيه. طب كيف نقدر ننظفها المنطقه؟ باستخدام هي عادي جدا. لا، هي مشكله انه الدوره حقت الخلايا الجلد تصير سريعه مره. فبدل ما تكون مثلا 3 إلى 4 أسابيع تصير في 3 إلى 7 أيام، فعشان كذا تبني القشور هذه. فمع استخدام العلاج احنا ممكن نسيطر على القشور اللي تكون على الصدفية. طب ايش ممكن تكون باقي الطرق العلاجية؟ ذكرتي لنا 2، قلتي 4، اللي هي الضوء، نعم، الإبر البيولوجية، او العلاجات المهبطة المناعة عن طريق الفم. هذه 3 امور مع الكريمات. 4 مع الكريمات. اوكي، من عمر لازم نستخدم الكريمات برضو مع هذه كلها؟ ممكن نستخدم الكريمات معها عشان يكون تحسن الاستجابة، أو ممكن نستخدم دوب كريمات. يعطيك العافية دكتورة، إذا بنقعد على أسئلتي أنا وعبير ما راح نخلص من الأسئلة. إحنا نبغى نعرف أكثر عن الموضوع. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتورة، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. نطلع فاصل ونرجع لكم.